أخلى الآلاف من سكان المناطق الساحلية في محافظة حضرموت اليمنية أخلوا منازلهم ونزحوا إلى مناطق أقل خطورة مع اقتراب إعصار شابالا الذي أدى إلى أضرار كبيرة في جزيرة سقرطة وأصفر عن إصابة ما لا يقل عن 185 شخصا. وقد وجه الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الجمعة بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة مخاطر الإعصار والذي تكون في بحر العرب، ومن المتوقع أن يضرب سواحل اليمن وسلطنة عمان.